دكتوره دينا نتكلم بقى على الامراض الاوتو ايميون اللي لها علاقه بالمخ والاعصاب، ايه هي؟ اولا مبروك للمغرب النهارده وان شاء الله خير بقى باذن الله يوم الاربعاء باذن الله قصاد فرنسا يعني، فان شاء الله خير. ويمكن من قصه المغرب دي انا باخد فكره التيم اللي حضرتك بتقولي عليه. احنا في امراض المناعه الذاتيه ايا كان التخصص محتاجين تيم عشان نكتشف المرض، لان مفيش دكتور واحد عارف كل الانواع الا التخصصات المختلفه تتعاون مع بعضها. في المخ والاعصاب احنا بنقسمها على حسب الاصابه في الجهاز العصبي المركزي او الجهاز العصبي الطرفي، يعني في المخ والحبل الشوكي ولا في الاعصاب الطرفيه او العضلات او الوصله ما بين الاعصاب والعضلات. لو قلنا المرض بتاع الام اس او التصلب المتعدد، يعني مثلا في المخ والاعصاب ايه الحاجات اللي لها علاقه بالاوتو ايميون؟ ام اس في حاجات تانيه؟ الحقيقه في حاجات تانيه غير الام اس، في حاجات زي ان هي تبقى التهاب ما بعد دور فيروس او دور ميكروب، في حاجات مشابهه زي انها تبقى التهابات في الاوعيه الدمويه، في حاجات زي المرض بتاع الساركويد اللي ممكن يصيب كده، في بعض انواع الالتهابات ممكن تبقى ناتجه عن مشاكل دوره دمويه، في التهابات ممكن تحصل سنويا لتسممات اللي هي الناس اللي بتتعاطى مخدرات او ادويه زي دي، في حاجات ممكن تبقى يعني فيها التهابات بس مش مناعيه، ممكن تبقى جينيه او وراثيه تؤدي الى ضمور الخلايا. طب نيجي للام اس، الام اس بقى ما هو ايه بالظبط الام اس، وهل بيصيب الستات اكتر من الرجاله؟ الام اس هو مرض مناعي زي ما استاذنا دكتور باسل تفضل، لما بيحصل خلل ان المناعه اللي ربنا حاططها تهاجم الميكروب بره، تهاجم المخ والحبل الشوكي على انهم ميكروب او جسم غريب عشان تتخلص منه. لما بتعمل كده بيجي لنا الام اس، لان ده الجهاز العصبي المركزي. الام اس ده مرض متوقع ان في مصر تعداد الاصابه من 30 ل 50 الف شاب او شابه، لانه بياخد سن من 18 ل 40 سنه في البدايه، وده يعتبر اكتر سبب للاعاقه في الشباب في امراض المخ والاعصاب، وتاني اهم سبب للاعاقه في الشباب بعد حوادث العربيات. بيعمل ايه الام اس يا دكتور؟ الام اس لو ما اكتشفش بدري او ما اتعالجش ممكن لا قدر الله انه يأثر على الحركة، المريض يبقى مش قادر يتحرك. يعني هو عبارة عن إيه؟ يعني بيحصل إيه في المخ؟ التهاب حتت من المخ مسؤولة إنها تدي أوامر، يحصل فيها التهاب سكليروزس، المخ ده الأمر يقف ما يحصلش أمر، تتوقف عن النقطة اللي بتغذيها الجزء من المخ اللي بيغذي الأعصاب والعضلات بالأوامر ما يديش الأوامر. فلو حضرتك عايزه احرك ايدي الامر ما يحصلش، ما اعرفش احرك ايدي، عايزه ادي اوردر رجلي تتحرك ما اقدرش، عايزه امشي في خط مستقيم ما اعرفش اتطوح، عايزه انشن بمفتاح او بقلم او حتى اكل بمعلقه ايديا تترعش ما تنفعش ما اعرفش اكتب، عايزه اشوف العصب البصري ده جزء تشبر او ما اشوفش، عايزه اركز في صوره الصوره تبقى اتنين او مهزوزه، عايزه اتحكم في الاخراج ما اقدرش، عايزه افكر اركز اشتغل، حتى دي لقينا انها كمان بتفقد اللي هي القدرات الذهنيه. فانا لو ما عرفتش اشخص الام اس بدري وما خدتش فرصه علاج مناسبه بادويه مناسبه، هبتدي الاقي ان العيان بيفقد الوظائف بتاعه المخ والاعصاب او القدرات بالتدريج، وبالتالي انت في كل مرحله من المراحل بتسيبي جزء من الجهاز العصبي، وممكن لا قدر الله يؤدي الى زي ما قلنا كده ان يبقى في مشكله في الحركه في الاتزان في التحكم في البصر تمييلات في الاطراف. دكتور